كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من قراءة القرآن. يقول إبراهيم النخعي: كان الأسود بن يزيد يختم القرآن في كل رمضان، يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، في كل ليلتين يختم القرآن، وكان ينام بين المغرب والعشاء، يعني يأخذ قسطا من الراحة لأنه في جهاد وفي عمل، في عبادة وفي طاعة وفي تأله وفي تقرب إلى الله جل وعلا. وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال. وهذا عبد الملك ابن أبي سليمان يقول: كان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين. وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى يختم القرآن في كل ثلاث ليال، وختم في رمضان 17 ختمة رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول مسبح بن سعيد: كان البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح إماما من أئمة الدنيا، كان البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح فيختم كل ثلاث ليال رحمه الله تعالى ورضي عنه.